هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة حول السياسة النفطية وحول التنسيق بين البلدين ضمن إطار أوبك وأوبك بلس. هناك تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة السعودية أو من خلال الشبكة الخليجية. نعمل بيننا وجميع المسؤولين في الحكومتين يعملون بخطة وثيقة إلى استمرار هذا الزخم والاستفادة منه في تعميق التنسيق والتعاون بالذات في الجانب الاقتصادي والتنموي. سوف نعمل سوياً لدعم هذا والتعاون في هذا المجال بالذات من خلال تفعيل مجلس التنسيق المشترك، والذي يعمل على تفعيل مشاريع عديدة وفرص كثيرة، وهناك مجال واسع للتنسيق والتعاون بين القطاعين الخاصين بالذات في بلدينا.